حتى انتوما يمكن لكم تبرمجوا شهادة تي في على نايلسات في التلفازة عندكم، واللي ما كيعرفش ها انتوما تبعوني وراه ما يحتاج شي تجيبوا شي تكنيسيان ديال البارابول. إلا بغيتي تفرج في شادة تي في دخل المنيو من بعد انستالاسيون تأكد باللي عندك نايل سات دير غوشيرش اوتوماتيك ومن بعد ما تكمل لا غوشيرش قلب على شادة تي في وتفرج في جميع برامجنا سهلة. لا ريب أن متعة القراءة عند مدمني الكتب لا تضاهيها متعة ولا تساويها لذة، فالكتاب يأخذك في أماكن عدة لم تكن تحلم أن تذهب إليها وأنت جالس في مكانك. يدخل بك الكتاب داخل دماغه أو يحكي لك شيئاً قد حدث معه أو يعرض لك رأيه في قضية ما أو يتحدث عن ذكرياته وطفولته أو يعبر عن رؤيته للواقع من خلال قصيدة أو ديوان شعري أو من خلال رواية تحمل مزيجاً جميلاً من الواقع والخيال. لماذا القراءة ممتعة؟ وكيف يمكنك تحقيق متعة القراءة؟ صراحة أنا ما كنقراش بزاف ديال الكتب من غير لك أنت حاجة أغابر مع الخدمة ولا غير شي حاجة إلا كانت أغابر مع الخدمة اللي كندير كنقلب نقرأ وداكش خاصنا ندخلوها سورتو الدراري الصغار حيت بصراحه سي سكي في لا ديفيرونس او ثاني فاش كتكبر فاش تقدر نقول لك فاش كنت صغير كنت كنقرا مي ابري افيك الوقت كيبداو يخرجوا لك بزاف ديال الحاجات اللي كيبرسطوك على داك الشيء. القرايه الكتب تنقصات شي شويه ولكن بون من جو نو با ايتر بيسيميست soyons optimistes hein. On va dire quand même que les gens aiment toujours lire à un certain pourcentage mais pas les générations sont différentes aujourd'hui les générations sont plus tactiles donc plus le téléphone les réseaux sociaux même pas c'est-à-dire il va préférer la facilité ça veut dire il va pas passer par un livre papier. Il va passer par tout ce qui est internet, électronique, c'est-à-dire l'accès à l'information, il faut qu'elle soit facile, directe. Et voilà, il n'aime pas perdre du temps. Al-Akhir Ktab, c'était. Moi, j'adore واحد l'écrivain, Smito Musso. C'est un écrivain français. Et il écrit enfin, ses romans sont de la fiction. Et moi j'adore cet univers là. كاينه هي بالنسبه للقرايه ديال الكتب كاينه حاليا بالنسبه للناس اللي باغا تنمي التفكير ديالها تمشي تقرا الكتب وهكا اما حاليا ما بقاش الناس كتمشي تقرا الكتب قليل بالنسبه للناس اللي باغين يقراو هما اللي كيمشيو يقراو الكتب مره على حساب خدمه وهكا كنمشي نهز الكتاب وي عندي كارت بيبليوتيك كنمشي لها مره ضروري غراتويتمون. اخر كتاب قريته هو الرجوع ديال الطفوله كنت قريته باقي صغير وعاود كنقرا فيه عاوتاني. من اجل تحقيق متعه القراءه اول شيء يتبادر للذهن ماذا ساقرا وكيف ساختار الكتاب الذي ساقراه قبل ان نفكر في اختيار الكتب التي نريدها علينا ان نسال انفسنا عن غرضنا الرئيسي من القراءه لانه توجد اغراض مختلفه من القراءه وكلما أدركت غرضك بسهولة كلما أمكنك اختيار الكتب بصورة أكثر دقة. كيف نستعد للبدء في عملية اختيار الكتب بوسائلها المختلفة؟ الحذر من اختيار الكتاب بناء على عنوانه، فالعناوين اللافتة البعيدة عن المضمون أحد الأسباب الرئيسية لاختيار الكتاب الخاطئ والعزوف عن القراءة. أهمية البحث عن اسم المؤلف ومعرفة نبذة عن كتاباته فضلاً عن البحث عن دور النشر الخاصة بالكتاب. يجب قراءة مقدمة الكتاب وخاتمته وكذلك فهرس الكتاب والمراجع والتوصيات. ينصح باستخدام مواقع تقييم الكتب وسؤال الأصدقاء المهتمين بالقراءة وعدم شراء الكتب استناداً إلى قوائم الكتب الصادرة حديثاً والأكثر مبيعاً فما يروق للبعض ليس بالضرورة مناسباً للآخرين.
من أهم النصائح التي من الممكن أن تحصل عليها فيما يخص تحقيق أكبر قدر ممكن من متعة القراءة هو ألا تلتفت للجوائز التي تعطى للكتب أو للروايات. فكم من الروايات تحصل على الجوائز تفتقر للتشويق وعوامل الجذب التي تجعلك تستمتع بها وتحقق منها المتعة المرجوة من قراءة أي رواية. كم من الكتب والروايات أيضاً التي لا يعرفها أحد ولا يتحدث عنها الكثيرين ولا تلقى التقدير أو التكريم المناسب، ولكنها تجدها دوماً شديدة القيمة والإفادة والإمتاع. الآن وبعد اختيارك لكتابك المناسب، كيف تهيئ الطقوس المناسبة للقراءة؟ اجعل هناك وقتا محددا كل يوم للقراءة، حتى إن كنت مشغولا أو يومك بأكمله مشحونا حتى آخره بالأعمال، لابد أن تخصص وقتا للاسترخاء والحصول ولو على جرعة بسيطة من متعة القراءة. دون ما يستوقفك من ملاحظات أولا بأول، سواء ملاحظات على أسلوب الكتاب أو على محتوى الكتاب أو عن طريقة عرضه سواء بالسلب أو بالإيجاب، فإنك تنسى هذه الملاحظات بعد انتهاء الكتاب وستتكاسل عن إعادة تصفح الكتاب لاستخراجها. اقرأ في إضاءة مناسبة، لا شيء سيحرمك من متعة القراءة الكاملة سوى إضاءة خافتة أو إضاءة لا تجعلك ترى الكلمات في الكتاب الذي تقرأه بشكل كامل. اقرأ في وضعية مناسبة من أجل تحقيق متعة القراءة الكاملة، فبعض الناس يحبون أن يقرؤون على مقعد هزاز والآخرون يفضلون الجلوس على مكتب في وضعية مستقيمة، وهناك من يحب الجلوس على الأريكة أو ما شبه ذلك، ومنهم من يحب التمدد على السرير. بعد فوائد المطالعة وقراءة الكتب، بعد الدراسات تم الاستنتاج منها أن كثرة القراءة تحمي العقل من الإصابة بالكثير من الأمراض، وبالأخص مرض الزهايمر الذي يصيب الإنسان في الأعمار المتقدمة. تحفيز الذهن، تساعد القراءة على تحفيز الذهن، فهي بمثابة تمارين رياضية للعقل، تساعده دائماً على النشاط الداخلي وتنبيهه بشكل مستمر للمحافظة على التركيز. الحد من التوتر، يصيب الكثير من التوتر ربما بسبب الإجهاد والتفكير المستمر. للتخلص من التوتر الزائد، قم بقراءة القصص المشوقة والمليئة بالأحداث لتنقلك من عالمك إلى عوالم أخرى. علماء وفلاسفة تحدثوا عن القراءة. فولتير قال: سئلت عمن سيقود الجنس البشري، فأجبت: الذين يعرفون كيف يقرؤون. أرسطو سئل كيف تحكم على إنسان، فأجاب: أسأله كم كتابا يقرأ وماذا يقرأ. جي كاي رولينغ قالت: إن كنت لا تحب القراءة فأنت لم تجد الكتاب المناسب بعد. ميخائيل نعيم قال: عندما تصبح المكتبة في البيت ضرورة كالطاولة والسرير والكرسي والمطبخ، عندئذ يمكن القول بأننا أصبحنا قوما متحضرين. أحمد حامد يقول: وراء كل كتاب فكرة، ووراء كل فكرة خطوة للأمام. مثل صيني قال: الكتاب نافذة نتطلع من خلالها إلى العالم. التوسع اللغوي والإدراك المعرفي للكلمات، إن كثرة القراءة تطور من مهاراتك القرائية والكتابية وتحسن بشكل ملحوظ طريقة نطقك للكلمات وفهم معانيها والمقصود منها مع كثرة القراءة. تطوير مهارات التفكير، إن كثرة القراءة قراءة الكتب تحفز في داخلك التفكير الدائم وحل القضايا المتواجدة داخل الكتب، وهذا يساعد على تحفيز وتطوير الأفكار. أول تكليف تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه هو القراءة، وأول كلمة ألقيت عليه هي اقرأ. إنها نقطة البدء والانطلاق نحو كل عمل عظيم وغرض جليل. كنا اليوم مع متعة من متع الحياة هي متعة القراءة. انتظرونا في متع أخرى من متع الحياة على شدى. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناة شدى تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شدى تحلى المشاهدة. شدى أول قناة فنية بالمغرب.